بالأهازيج الشعبية والأناشيد والتصفيق، يبدي هشام شغفا كبيرا برياضة كرة السلة، والتي عادت مؤخرا بعد غياب دام لأعوام من بوابة بطولة السوبر اليمني لكرة السلة. صراحة بطولة منظمة وحلوة، صح انها مصغرة يعني اربع اندية فيها، لكن عادت يعني بعد سنوات طويلة. يعني البطولة معروف عندنا في اليمن بكرة القدم، غابت البطولة عن كرة السلة، والحمد لله بعد سنوات طويلة وبعد سنين واللي تمر فيه البلاد واللي تمر فيه من اشياء يعني كارثية، عارت الرياضة وعارت الروح اللي يعني تنعش البلاد. يعني على مدار 3 أيام أقيمت البطولة على صالة بامعد الرياضية في حضرموت، والتي جمعت في جولتها الختامية بين كل من نادي شعب حضرموت ووحدة صنعاء وأهلي صنعاء وتلال عدن. في الاتحاد العام عملنا على إعادة النشاط طبعا بعد توقف كان لفترات طويلة، قمنا بإعادة تصنيف الأندية بعد توقف يمكن حوالي 8 سنين أو 9 سنوات، رجعنا صلحنا دوري تصنيفي من جديد الأندية بشكل عام على الجمهورية كلها. أعتقد أننا حققنا الكثير من المكاسب، ومن أهم المكاسب ما تشاهدونه من حضور جماهيري رائع ومتابعة إعلامية مواكبة تؤكد أن لعبة كرة السلة بخير وأن مدينة سايئون هي المدينة الأنسب لهذه البطولة. في ختام البطولة توج نادي شعب حضرموت باللقب بعد فوزه على نظيره أهلي صنعاء بفارق 37 نقطة، محققا بذلك لقب السوبر بالعلامة الكاملة ليمثل اليمن في البطولة العربية للأندية، والمقرر إقامتها في مصر خلال أكتوبر القادم. يعني مبروك لنادي حضرموت، أول بطولة لي تقريبا. الحمد لله كان لي الشرف أن أنا كنت موجود في الملعب مع الشباب. اللعيبة ما قصرتش من أول الموسم، تمرين كل يوم تقريبا. يعني أشرف الصوفي، اليمن اليوم، حضرموت.